ورجعنا من الاستراحة وهنبدأ إن شاء الله نعمل مع بعض وصفة لطيفة قوي. هي وصفة لبناني، خلينا نقول اسمها مدلوقة لبناني، بسيطة وجميلة لكن بالسميد. هم معظم الحلويات الحلوة بتاعتهم بيستخدموا فيها نسبة سميد حلوة. خلينا النهاردة نعمل وصفة بسيطة ولطيفة كده، وفيها جزء كريمة، هعمل بيه نوع الكريمة المهلبية بتاعتنا الجميلة. نقدر نطلع وصفة مختلفة وجديدة ونشوف ايه الزيادة او المنكهات اللي ممكن نضيفها للوصفة دي. طيب المدلوقة عندي للسيرب او للشربات كوباية من المية، كوبايتين سكر، معلقة صغيرة من عصير الليمون، معلقة من ماء الزهر أو ماء الورد زي ما حضراتكم تحبوا. أنا هحط ماء زهر، أنا عايزة أضيف ليها النكهة الخاصة بيهم، يعني اللي دايماً بيستخدموها في الحلويات بتاعتهم. طيب القشطة أو طبقة السميد، يعني هي نص كوباية من السميد أو ممكن تبقى كوباية على حسب، معلقتين من السمن، كوباية من المية، كوباية من السيرب. سيرب يعني شربات تقيل زي اللي احنا عملناه بالظبط. طيب طبقة القشطة أو الكريمة اللي احنا هنعملها، معلقة سكر، معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، كوبايتين من اللبن، معلقة ونص من مية الزهر، وفستق أو كريز أو أي نوع مكسرات يعني موجود ومتواجد ومتوفر عند حضراتكم. طيب أنا هاخد كده أول حاجة هعملها خطوة في السميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل إيه؟ هحمص السميد شوية، وهنا هحط الشربات. انا هعمله تاني مع حضراتكم علشان اللي ما شافوش يبقى الشربات بسيط. انا عامله هنا الشربات اللي مخلي لونه هنا ان انا مستخدمه سكر بني. الشربات انا في البيت بحب قوي اعمل الشربات من السكر البني، وبحب اضيف له منكهات، يعني بحب احط له كم فص هيل وعود قرفه وكم كبش قرنفل صغير اطعم بيه الشربات بتاعي، طبعا غير الشربات اللي بيبقى فاتح للجلاش ويعني، بس انا بحبه دايما يبقى كده، ده لونه تحسه كده عامل زي العسل. حتى هم عاملين لي شربات ابيض، مش عارفه هم حطوه فين، بس يعني تمام. مصطفى ممكن يجي اوريهولكم الفرق بين، بصوا انا بحبه كده تحسه عامل زي العسل. طبعا بضيف معاه بس معلقه من العسل الجلوكوز عشان انا بحب الشربات يبقى. الشربات ده عندي من رمضان، يعني موجود من رمضان. بصوا ما سكرش، ما حصلوش حاجه، ويقدر يقعد كمان لحد 6 شهور كمان. بصوا هم عاملين الشربات هنا ابيض، بصوا بقى الشربات الفاتح بالسكر الابيض العادي اهو. انا الحقيقه عايزه ادي نكهه مختلفه للسميد، فيعني بحب احط الشربات اللي عليه منكهات. وطبعا يرجع لحضراتكم، مش بتحسوا بيه بس بيدي نكهه كده حلوه، بتاكلوا قطايف، بتحطوه على جلاش، بتحطوه على اي حاجه من الحاجات المورقه دي، بتبقى جميله جدا. طيب هاخد شويه من السميد ده هشوحهم كده او هحمصهم شويه. هاخد كده مثلا حوالي كوبايه، انا عايزه طبقه السميد تبان شويه. هحمصه كده الاول على الطاسه من غير اي حاجه، خلاص ياخد لون بس شويه كده ما يبقاش فاتح. وبعدين هحط الشربات هناك، هوري حضراتكم. بحط اول حاجه الميه، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وبعدين بضيف عليها السكر في النص كده بس عشان التكييف والرطوبة، بسم الله. خلاص وبحط معاهم اي حاجة انتوا عايزينها، سواء معلقة عسل ابيض او معلقة عسل جلوكوز، هي بس بتمنع تسكيرة الشربات وكمان بتديله تقل شوية. واحط نقطة من عصير الليمون، بسم الله. بس هحطه بقى على النار، مش هلمسه، هسيبه لحد اول ما يبدا يغلي. هروح مهديه النار واسيبه 10 دقائق عشان يتظبط معايا ويهدى، وبعدين احطه في الثلاجه في بقى حاجه ازاز، في برطمان ازاز احتفظ بيه ينفعني في اي وقت. ما تبقوش حضراتكم قايمين تعملوا الوصفه وانتم مثلا حاسين ان في كذا حاجه لازم تتعمل في نفس الوقت، يبقى شربات موجود. عندي شويه مهلبيه، اوكي اقدر اتبقت عندي مهلبيه في الكاسات الساده، اروح على طول ضرباها بالويسك كده واروح عامله وصفه زي المدلوقه دي، تبقى جميله جدا. يعني نقدر نستفيد بالحاجات اللي بتتبقى عندنا بشكل لطيف ونوظفها في اطباق تانية مظبوطه ومحببه. يعني بكره ان شاء الله هيبقى في حلقه مميزه ان شاء الله، مش هقول عنها اي حاجه الا لما حضراتكم تتابعونا بكره باذن الله. وهيبقى حتى الوصفات بتاعتها وصفات مميزه وجايه من مطاعم يعني مخصصه للحاجه اللي احنا هنعملها بكره. بكره هيبقى في سمك، وهيبقى في سمك سنجاري، وهيبقى في صينيه سمك هنعمله على اصوله بقى زي ما الواحد ايه بياكله وبيحب يروح ياكله في اسكندريه.
ناس كتير قوي قالوا لنا في المطاعم الجميلة سواء بقى في المعمورة أو غيره، إن شاء الله تعجب حضراتكم. طبعا السميد ده غني برضو بالعناصر الغذائية، يعني هو برضو فيه فيتامينز وفيه ألياف وفيه بروتينات، يعني استخدام السميد ده، الحلوى السميد دي برضو من أنواع الحلويات الجزائرية، خلوا بالكم كانت بتتقدم دايما في المناسبات خصوصا في احتفالات الربيع عندهم. هنحمص كده تحميصة حلوة، طبعا أنا المفروض أغمقه شوية، هياخد هو شوية من السمن أو الزبدة زي ما أنتوا عايزين، أول ما يبدأ يسخن بس ويبدأ يلون، عارفين لما تضيق كده نديله تشويحة فيبدأ ياخد اللون كده الذهبي الفاتح، أنا عايزة حاجة تبقى كده. يعني هعمل برضو هنا أجهز مع حضراتكم الكريمة عقبال ما يتشوح معايا هنا، وادي الشربات الناحية دي، خليني كده إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط مكونات الكريمة. عندي للكريمة، بسم الله، ادي اللبن، النشا، وعندي من السكر معلقتين، وهاخد من الدقيق كده معلقة، وهزود مية برضو، مش هخليها تبقى عشان ما تتقلش قوي، مش عايزاها تبقى تقيلة، انا عايزة اما اصبها هتتماسك وكل حاجة بس تبقى مظبوطة. هاخد كده ايه، ممكن الويسك ده، بسم الله، ادوب الاول على البارد، ادوب النشا مع اللبن مع معلقة الدقيق، وهنحطها على النار دلوقتي مع بعض. بصوا الشربات هنا غلي ازاي، بصوا بقى، بصة السكر داب لوحده، ما لمستوش وما عملتش فيه اي حاجة اهو. هنحط هنا الكريمة، وهنا هنبدأ طبعا تقدروا تحمصوها يعني حبة حلوين عن كده. خليني هنا أبدأ أحط شوية من السمنة، أنا حاطة هنا سمنة على زبدة، أفتح بيها حبة السميد زي ما بيقولوا، يعني كده كده هنا زي ما انتوا شايفين كده، يبقى زي رمل البحر كده. ومعانا أم حمادة، يا فراولة حبيبة قلبي، حبيبة قلبي يا فراولتي، عاملة ايه؟ فينك يا زوزو، مش باينة ليه؟ أنا هنا أهو، أنت فين يا فراولتي؟ الصيف جه وأكيد قاعدة على البحر دلوقتي. أنا أهو. لا والله يا لما تعبانة حاسة. حبيبتي تحية ليكي يا فراولة وكل أهل اسكندرية العزاز عليا كلهم. وانا ببعت لك نسمة التحيه العظيمه كلها والقناه كلها يا رب. حبيبه قلبي تسلميلي يا روح قلبي، تسلميلي ويسلم ذوقك. عامله ايه يا زوزو؟ اذا انا بخير طول ما انتم بخير يا روح قلبي والله. تسلم ايدك حبيبه قلبي. تسلمي يا عمري، تسلميلي، بسم الله. حبيبتي يا زوزو حبيبتي. مش عايزه اي حاجه يا فراوله، نعملها مخصوص عشان خاطر عيونك الحلوين دول. حبيبه قلبي انا، انت مش خليانه عايزين حاجه. حبيبه عمري ربنا يخليكي ليا يا فراوله والله، تسلموني بجد، محبتكم دي غاليه وعزيزه عليا جدا. تسلم ايديكي انت، وميرسي لان انا سمعت صوتك النهارده حبيبه قلبي. حطيت شويه ميه، حطيت شويه من السيرب او الشربات، عشان ليه ميه؟ علشان ما يبقاش مسكر قوي، وعشان الميه تساعد السيرب على تفتيح السميد معايا، ماشي، ما يبقاش يعني لسه ناشف، تمام. واحط تاني شويه لحد ما يبقى زي المعجون كده، شايفين هو بيتقل ازاي، بيتشرب ازاي الميه، هو ده السميد نفسه اللي بيحصل لما بنعمل عجاين فيها نسبه سميد اهو، لازم تتفتح كويس، عايزاها تبقى زي المعجون. هنا هقلب شويه، هيبدا يسخن الكريمه، الشربات هنا المفروض اهدي عليه النار، ويبدا اسيبه 10 دقايق لحد ما اطفي عليه ويبقى تمام. طيب هاخد شويه كده تاني من الميه اهو، بصوا كل ما اضيف ميه
تتشرب ازاي؟ تبدا تعمل ازاي وتتشربها اهو اهو لحد ما تبقى طريه تطرى، شايفين ازاي؟ وتنفش وتضاعف الحجم. انا عايزه اشوف بس القالب بتاعي تمام اهو، شايفين الجمال اهي. هنضيف شويه كمان، حطيت ماء الزهره على فكره نقطه، وهنقلب اخر حاجه وهنضيفها اول طبقه ونسقعها لازم، يعني تاخد لها ربع ساعه كده ولا حاجه تشد شويه، وبعدين ايه نبدا نضيف عليها اللي احنا عايزينه. طبقه السميد دي الحقيقه مهمه جدا ان احنا نظبطها عشان تبقى حلوه واحنا بناكلها. ريحه الماء الزهر رائع جدا، خليني ازود بس معلقه من الشربات، شايفين ازاي روعه. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، ونبدا نحطها بقى في القالب بتاعنا الامور ده اهو، وهي سخنه كده عشان تبرد. تعالوا بقى يلا نوديها هناك. يلا بينا. هعمل كده، هحط اول طبقه من السميد اهي، وهنفرد بمعلقه، خليني بس اشيل دي عشان ما تتحرقش. يلا بينا اهو، بصوا هنسرع كده، شايفين بقت عامله ازاي. نسويها بس كده بشكل حلو، تسقع اهو اهو، وبعدين هنحط عليها بقى بعد ما تسقع شويه وتمسك نفسها هنضيف عليها الكريمه اهي. بصوا بقى الكريمه خلاص بدات تشد كمان، هنضيفها عليها وتدخل بقى تسقع، بس لازم الطبقه دي تسقع الاول وبعدين نضيف عليها وهي ساقعه طبقه الكريمه عشان ما تتشربهاش السميد. خلوا بال حضراتكم النقطه دي جدا اهو. بصوا الكريمه بدات تمسك ازاي، هنصبها وبعدين هنجملها بعد ما تطلع. يلا بينا. خلاص انا هقفل على كده، هاخد كده لوش طبقه كده بسيطه، ونبدا نستعد بقى للفقره اللي جايه معانا فيها. طبعا هتنورنا وتشرفنا دكتور دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. طبعا هتكلمنا عن تقويه المناعه وكل اسئله حضراتكم اللي بعتوها لنا سواء من خلال صفحه الشخصيه او من خلال الدكتور، هتجاوب عليها النهارده باستفاضه. اتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم. طبعا هجمل بس بكريزه، ويلا بينا ايه كده نطلع بقى لفاصل ونشوف شكل المدلوقه، بس هي لازم تدخل الثلاجه، هندخلها شويه قبل ما نطلع. بصوا بص اخيره، بصوا بقى الكيش وبصوا العجه، وانا هبدا اوريها لكم كده اهي، شايفين اهي العجه. بصوا ههزها لكم هنا تشوفوها اهي، شايفين العجه مسكت نفسها وبقت روعه ازاي اهي، عشان انا هقدمها كده. بصوا عليها، شايفين ازاي رائعه 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 اهو. ونبدا بقى نقدمها مع حضراتكم. ممكن كمان بصلايه خضراء كده، يا سلام كده، ونحطها كمان في العرض بتاعنا. وانا سايبه الكيش حضراتكم شفتوه، هديله بس وقته كمان شويه، وصحه وهنا. الريحه تجنن.